وكتش بكون في اقبال اكثر على السير في اخر 10 ايام او اخر 15 يوم في شهر رمضان المبارك بكون في اقبال على السير بشكل عام. وباقي السنه عامه بكون بس في بعض الاحيان يعني الناس اللي بتصوم مثلا يوم اثنين وخميس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم حاخذكم معايا رحله شوف كيف بحضروا السير عند اشهر واحد للسير في فلسطين. يلا معنا. أول شيء بنملح السمك مثل ما هو السمك، بنملحه بدون ما ننظفه بدون أي شيء، بنملح السمك وبنخزنه تقريبا من 4 إلى 6 شهور، بنخزنه أقل شيء هيك. بعد تقريبا 6 شهور طلعنا السمك، بنزل كل المية اللي فيه، بنطلع كل السمك، وهيك بعد 6 شهور بكون جاهز للتقديم أو للبيع. نوضع الملح، بنوضع كركم، وبنوضع صبغة صفراء، هي صبغة صحية ولكن الصبغة غير ضرورية. نخلط الملح مع الكركم والصبغة، نوضع قليل من الماء ممكن مع منشان يتجانس أكثر منشان يمسك بالسمك. هيك بنملحه وبكون جاهز للتقديم أو للبيع. هيك هو جاهز. كتير الموضوع بسيط وسهل مثل ما انتو شايفين. كتير الموضوع بسيط وسهل، بنوضع ملح وهيك يعتبر جاهز للتقديم. الملح هو عبارة عن مواد حافظة، الملح بيحفظ الأكل. بكون الزيت أول شيء بننظف الفسيخ، بننظفه. بعد ما بننظف بننقعه في الماء. بعد النقع بيجي عملية إيش؟ بعد ما ننظفه بننقعه، ونحن بنجيب الزيت زيت الشمس ونطحين. بنجيب هذا نطحين، بنجيب الشكفة تمام. وبعدين بنحط وين؟ في الزيت. تمام. لازم الزيت يكون بقدح قدح. تمام. أهم في الموضوع. وبتكون انت مسوي جنبه طشطاشة البندورة. طشطاشة البندورة، بنوضع زيت، بنوضع البصل حسب ما بتحبوا البصل أو حسب الكمية اللي انتو بدكوا تعملوها. بنوضع فلفل أخضر ونتركهم يدبلوا على حرارة متوسطة. ممكن نعمل فسيخ ولكن دايما ما تاكلوا فسيخ كتير لأنه هو غير صحي، لأنه فيه أملاح كتير. أنا بعد ما غسلته بوضعه بالطحين، بنشفه بوضعه بالطحين، بوضعه بزيت يكون حامي جدا. نوضع طشطيشة البندورة، كمية البندورة اللي احنا بنحبها، وبنحرك وبنتركهم ينطبخوا 10 دقائق. هيك الفسيخ تقريبا جاهز، بنقلبه على الوجه الثاني. هيك أصبحت جاهزة. طشطاشة البندورة أو الصلصة اللي عملناها البندورة، نوضع عليها الصلصة، معجون الطماطم، معلقتين كبار، نوضع عليها قليل من الماء منشان إيش تكون سهلة. نوضع فلفل أسمر، معلقة صغيرة، وملح حسب الذوق، هذا ملح الهيمالايا، وبنحرك. هيك أصبحت جاهزة، نتركها 10 دقائق تتسبك مع بعض. كتير كتير لذيذ. هيك تسبكت وجاهزة. صحة وألف عافية، كل عام وأنتم بألف خير. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. في أمان الله، مع السلامة.